حييكم أصدقائي المشاهدين وما كنتوا عم بتابعوا شاشة تلفزيون لبنان، وينضم لنا في هذه الفقرة الأستاذ رازي الحاج. أهلا وسهلا فيك بحلقة اليوم وضيف دائم في استوديوهات تلفزيون لبنان. أستاذ رازي، بدنا نبلش بالملف الاقتصادي، إنما بداية قفز إلى الواجهة بالساعات الماضية الخبر والإشكال الأمني يلي حصل بمنطقة ساحل المتن. ما الذي حدث فعلا في هذه المنطقة وليش صار في هذا التشنج؟ بصراحة الإشكال بدأ شخصي بين سائق يعني باص لمدرسة وباص عمومي، وهذا الإشكال كان أول من أمس. في الأمس أحد يعني طرف من الإشكال بيجي مع مجموعة من منطقة تانية إلى سد البوشرية وبيبلشوا تكسير لباص المدارس وبيفتعلوا مشكل. أكيد تطور هالإشكال أنه كمان طرف تاني إجا وصار هذا المشكل ودخل مختار المنطقة، المختار شرب الخوري اللي بنوجه له تحية كمان، يلي انصاب براسه بسبب يعني ضربة من الخلف أتته من أحد المعتدين. هلأ أكيد بطبيعة الحال هذا الإشكال البشع فيه أنه في سقافة عند بعض الناس أنه هن فوق القانون، وفي سقافة عند ناس تانيين أنه لا، هو القانون سقفهم ودائما هن بدون يعتبروا المرجع الصالح لحل. في ناس كمان صاروا بحسوا حالهم سقف واطي، حيط واطي يعني كمان. للأسف أكيد أي رادع لهذه الأمور لما تتكرر هو القانون وهو القضاء. وكان في توقيفات، بس هالتوقيفات برأيي منا كافية، بحاجة أنه يتم التوسيع أكثر، لأنه حسب أشرطة الفيديو في أكثر كان من 15 شخص يعني اجوا لمن حصل الاعتداء، بينما التوقيف لم يشمل اكثر من 7 اشخاص يعني من الجهتين. بالتالي المغزى من هذا القانون مثل ما دائما نحن بنكرر انه ما بيسوى لا سقافة السلاح غير الشرعي انه تتعمم، ولا غياب القانون انه يتعمم، لانه بصير كل انسان بحس حاله انه هو مغبوط ويحمي حاله وامنه مسؤولية شخصية. لما بصير الامن مسؤولية شخصية ننتقل من مفهوم الدولة نرجع على مفهوم الامن الشخصي والخاص والمربعات الامنية واللا دولة، وهذا يعني نحن يعني بالمتن بنرفضه بشكل تام، خاصة انه يلي بنجرب دائما انه نقدمه ان يكون المتن نموذج لباقي المناطق اللبنانية على كيفية يعني كل مواطن يكون عايش بكل كرامة بكل حرية بكل تعددية. بتعرف ساحل المتن اليوم بطل يتوسع ليصير ضاحية بيروت الشمالية، وفي تعددية كتير كبيرة سياسية واجتماعية وطبقية ومذهبية وطائفية، وبالتالي على هالنموذج انه نحميه بطريقة تحترم فيه القانون وتطبيقه وحسن سيره. نعم، خلينا نروح أنا وياك شوي إلى الملف الاقتصادي. اليوم عم نشوف محاولات من قبل الحكومة، من قبل الرؤساء، من قبل المسؤولين اليوم لمعالجة الوضع الاقتصادي الصعب يلي عم يقطع فيه لبنان. برأيك ما تقوم به الحكومة اليوم من اجتماعات واليوم استعانة بالخبراء الاقتصاديين لوضع خطة أو استراتيجية معينة للخروج من هذه الأزمة، سيكون عندها نتيجة إيجابية برأيك في المدى المنظور؟ وشو هي الخطوات اليوم يلي لازم أنه تتخذ سريعا لمحاولة إذا فينا نقول وقف هذا التدهور؟ بصراحة إذا نحن ما نرجع نحدد المشكلة، وهذه دائما انا بحب ارجع لها بكل المقابلات، لانه استاذ بيير اذا نحن ما رجعنا وصفنا اساس المشكله ما بنقدر نلاقي الحل. اساس المشكله هي ناتجه عن نقص حاد في السيوله في العمله الاجنبيه، وهذا النقص الحاد حط لبنان امام اليوم خيارين لما نبلشوا يستحقوا السندات يلي هي بالعملات الصعبه باليورو بونز خاصه، امام يا منسكر هالسندات ومنزيد من شح بالسيوله، يا ما منروح منلاقي طريقه لتمديدهم وتاخير الدفع.
هلا المفارقة الأساسية بهذا الموضوع أنه الوقت أول شيء مش لصالحنا، المشكل مع المجتمع الخارجي والدولي ومع المؤسسات المالية المصرفية الخارجية مش من صالحنا، لأنه نحن كمان يوما ما في الأسابيع أو الشهور القادمة نحن بحاجة لدعمهم في إعادة الهيكلة لمطروحة. وثالثا والأهم أنه بعد في عملية غير مضبوطة داخليا في الجسم المصرفي في لبنان، ونتفاجأ مثلا اليوم أنه صار في بيع لسندات خزيني باليوروبوند، سندات يوروبوند حمتهم المصارف اللبنانية إلى مؤسسات مالية ومصارف أجنبية. يعني أنا ما بقدر أفهم كيف على كيف خلافا لقانون النقد والتسليف المصارف تسمح لنفسها أن تحط قيود على المودعين بحجة الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي ويعني والتخفيف من حدة الأزمة، وبنفس الوقت ما بتحط إجراءات على نفسها لتخفيف هذه الأزمة، وكأنه دائما الكبير محمي وبيعمل اللي بده إياه وصغير بيدفع الثمن يلي هو المواطن. هيدا هو المشكل. أنا أعتقد أنه اليوم نحن العنوان الرئيسي بأي عملية إصلاح وبأي عملية إنقاذ هي ثقة بين ثلاث أطراف، بين ثقة الناس بالدولة وثقة المجتمع الدولي والخارجي بالدولة. بهالثلاث أطراف اليوم في ثقة مفقودة بين بعضهم البعض، ولا يمكن ترميمها إذا استمرت هذه الممارسات عم تصير من تحت الطاولة. وخوفي الأكبر أستاذ بيير أن يكون الاجتماعات، واليوم رجعوا عملوا لجنة وهاللجنة ما على آخر شباط، يعني اللجنة ما على آخر شباط يعني قبل 9 أيام من الاستحقاق، مع 9 أيام ما على آخر شباط لتقول إذا بندفع أو ما بندفع. اليوم في وجهتين نظر، يعني في وجهة نظر بتقول لازم ندفع، وجهة نظر أخرى بتقول إنه لا فينا ما ندفع. أنت اليوم برأيك شو لازم يعمل لبنان؟ ليك. أي وجهة نظر هي الأصح؟ ليك اليوم إذا بدي بسط لك هالمسألة، كأنه أنت ما معك إلا 100,000 ليرة وبدك تقرر تدفع يا اشتراك الموتور طبعا يقطعوا لك الموتور، يا تشتري جرة غاز تدفع. يعني اثنيناتهم خيارات صعبة، وما في خيار أحسن من الثاني بالمطلق، إنما في خيار بيجي بتوقيت أفضل وباستراتيجية. يعني أنا بعتقد أنه نحكي عن استحقاق 9 أدار بس هيك كاستحقاق مفصول هذا الخطأ الكبير. الصحيح أنه نجي نحط استراتيجية طويلة الأمد لكل الاستحقاقات تبع 2020 بداية، يلي هي بنيسان وبحزيران ومجموع مع أدار تقريبا بيصير 5 مليار دولار، ونجي نقول أنه نحن مثلا نريد أن نحافظ على علاقة جيدة مع هذه المؤسسات المالية اللي مدينتنا هني، بقدر أنا روح معهم على تفاوض مثلا أنه أنا أقدر أجل استحقاقات هذه الدفعات، أو أنا أدفع نص هذه الاستحقاقات وأجل النص الثاني. هيدا إحدى السيناريوهات. وقول أنا الشق يلي هو داخلي، لأنه ممكن يكون سندات بالعملات الأجنبية إنما اللي بيحملوه هني أطراف داخليين كمصارف ومؤسسات، إجي أقول هولي أنا بدي أرجع أعمل لهم إعادة جدولي. وبالتالي ما في شيء اسمه أبيض أو أسود بعملية الدين العام، إنما أكيد على الحكومة أن تضع استراتيجية أنه هذه اللجنة اليوم اللي تألفت مش لازم بس تشتغل على 9 أدار، هاي لازم تيجي تحط استراتيجية للدين العام، كيفية وضع خدمة الدين العام على مسار تاني. طيب إذا لبنان لم يدفع شو هي الأشياء يلي ممكن ينقطع منها؟ ليك أول شيء نحكى بموضوع الإنترنت. أول شيء تصنيفك، أنت بتبلش تصير أنت ديفولت كونتري، يعني أنت تصنيفك بيروح من أنه أنت دولة كان عندها من أول ما بلشت يعني منذ تأسيسها لليوم ما كانت أبدا عم تتخلف عن السداد، وكان الريبوتيشن يعني سمعتها كانت جيد. سمعة جيدة، وبالتالي اللي عم بدينك كان بيعتبر أنه هذا الدين مخاطره أقل، وبالتالي إذا نحن ما دفعنا أول شيء
رح تلاقي ناس أقل دينك ورح تصير تدفع فائدة أكثر على الناس يلي بدهم يرجعوا يقدروا يدينوك، يعني كلفة الاقتراض رح تصير أصعب. لا. وأيضا ممكن دول إذا أو مؤسسات مالية تروح بتشجيع بعض الناس يعني عنا علاقات تجارية معهم لوقف الاستيراد على لبنان او لوقف الانترنت او هيك، بس ما وصلنا لهون. يعني كمان نحن ما بدنا نقعد نروح على سيناريوهات كثير سوداء، وسوري وما تخزني بس كمان فخامه الرئيس قال يعني نحن اليوم على قادمين على امور صعبه جدا وقاسيه وموجعه. يعني انا بالمبدا العام اللبنانيين صاروا بالجو. ايه اول شيء بدي اقول لك شغله، اللبنانيين ما بقى يتحملوا، يعني خاصه انه هن الطرف الوحيد يلي عم يتحمل هذه الاوجاع يلي سميها يعني قصص موجعه. في شيء استاذ بيير اسمه مبدا توزيع المسؤوليات بالاول، يعني مثل ما قلت لك، مثل ما انا اليوم كمودع ما لي حق اتصرف بحسابي خلافا لقانون النقد والتصنيف، كمان البنك ما له حق بقى يتصرف بسندات يلي حاملها مثل ما بده، يبيعها ويشتريها ويطلع مصاري ويفوت مصاري مثل ما بده. هيدا شيء اسمه توزيع مسؤوليه. في شيء ثاني اسمه توزيع خسائر. يعني انا اليوم نتيجه مثلا سعر الصرف، اليوم المواطن عم يتحمل كل ازمه سعر الصرف بين الدولار واللبناني، يعني هي يعني اليوم وصلت 2300 ليره، يعني عم نحكي عن 800 ليره. طيب اليوم في دولة وفي مستورد وفي تاجر جملة وفي تاجر مفرع وفي سوبر ماركت وفي مواطن، لماذا لا يتم توزيع الخسائر يلي هي 600 أو 800 ليرة على هالست أطراف؟ لأنه لما أنت العبء تتوزعه على ستة بخف عنك وما بأذيك كقدرتك الشرائية. لأنه ما عم يفهموا لما نحن عم ندفع المواطن بالآخر هذه الفاتورة كلهم عم يتأثروا. طيب لكن أسألك سؤال، إذا أنا اليوم كدولة مجمل إيراداتي 90% من إيراداتي هي إيرادات ضريبية، طيب لما أنا بحط ضريبة على المواطن، المواطن بيوصل لمحل ما مش قادر يدفعها، واليوم باعتراف الوزير المالي السابق نزلت الايرادات 40% بالفصل الاخير من السنه، طب شو بكون عم بعمل؟ وانا لما السوبر ماركت بخف شرائي من عنده بتخف ارباحه، ولما السوبر ماركت بخف ارباحه ببطل يشتري من تاجر المفرع وتاجر الجمله، وتاجر الجمله ببطل يشتري من المستورد، والمستورد ببطل المزارع والصناعه. يعني هذه حلقه متكامله. بالتالي اذا ما عندنا نحن اليوم اخلاقيات، يعني المطلوب بالاول اخلاقيات بالتعاطي مع الازمه يلي يعني لحديث هلا انا بعد ما شفتها لا من قبل الدوله ولا من قبل يعني المسؤولين، لانه ما حدا مستعد يتحمل جزء من المسؤوليه، وبالتالي بعدهم بسياسه تقاذف الاتهامات. انا اليوم كل واحد كمان يا اساس بيير بده يقوم بشغله، ما بقدر انا اليوم مثل واحد يعني اجا شخص قوص حدا، اليوم حكيم الايرجنس تبع المستشفى راح ينبش على القاتل. خي انت مش شغلك تنبش على القاتل، انت شغلك تكون بغرفه العمليات تنقذ المريض. في مين شغله ينبش على القاتل؟ نحن اليوم الكل بفوضى، عم بحكي عن المسؤولين اكيد ما عم بحكي عن الناس، الكل بفوضى عارمه والكل بتقاذف مسؤوليات، بينما هي المسؤوليات واضحه وصريحه، وعلى يعني الحكومه بشكل حازم انه تخفف من اضاعه الوقت، لانه اضاعه الوقت ما بيفيدها، شراء الوقت ما بيفيد. يعني بكره رح نضل نضيع وقت باللجان، بكره بنصير على 9 اذار نحن ما لحقنا نتفاوض فيلا بندفع، وهيك رح يصير يعني بالاخر. بس وبنرجع بنعمل اذا صار اذا دفع لبنان يعني كمان خسرنا سيوله زياده، خسرنا سيوله زياده، يعني الطلب على الدولار رح يعلى، الدولار يعني اللبناني رح يعلى، يعني سعر الدولار رح يعلى، طلب على الدولار رح يعلى، يعني رح يعلى سعر الصرف تبع اللبناني. بالتالي صرنا نحن بمكان انه لوين ممكن يوصل الدولار بعد ما ندفع؟ الى تدهور ممكن بكل سهوله رح يوصل على 3000 ليره اذا نحن رايحين بهالسياسه. هيدا بعد عم بحكي انا بعد شهر وبعد شهر ونص وبعد شهرين يمكن نوصل لمرحله ما يكون في دولار، ولما ما بيكون في دولار مثل ما صار بغير دول، يعني انت عملتك اللبنانيه ما لها طعمه، لانه اليوم صحيح. انت رفوفك بالسوبر ماركت رح تفضى وما عندك استيراد، وبالتالي رح تروح انت على
رح كمل رح كمل انا وياك استاذ رازي، بس خلينا ننتقل الى الصراع الحكومي لنستمع الى كلمه رئيس تجمع الصناعيين استاذ فادي الجميل مباشره. ابو وزع طلال وين البنز؟ شفت الصوره يعني شفت الصوره ولا ما شفت؟ عندك بنز؟ معك بنز هون؟ شفت الصوره ولا ما عرفت؟ البنز رح يطلع عن جد عم ننسى البنز. ما حدا عم بفين شفت الصوره اللي في حدا وين؟ والله شفت مباشرة نحن وياكم إلى السراي الحكومي لنستمع إلى كلمة تجمع رئيس تجمع الصناعيين اللبنانيين أستاذ فادي الجميل، ومن بعد اللقاء يلي جمعهم مع الرئيس دياب. أزمة اجتماعية اقتصادية لا مثيل لها، ولكن كلنا يقين أن الصناعة هي حل من المشاكل، حل المشاكل اللي عندنا. ونحن اليوم صناعة صرنا من 23 أيلول عم نطالب بدنا نقدر نكمل مشوارنا، بدنا مواد أولية، يعني بدنا هواء ومي تنقدر نكمل نعيش، بدنا أساسيات لنقدر نكمل. عنا كتير مطالبات. نحن اليوم عم نصدر بثلاثة مليار دولار وعم نزود السوق اللبناني بعشرة مليار دولار. بدنا مواد أولية للسنة كلها بثلاثة مليار، وقلنا بدنا 300 مليون دولار كمدخل للحل، وصلنا عم نناشد هالموضوع أساسي للاقتصاد، أساسي للأمن الاستهلاكي، للأمن الغذائي، وخاصة للأمن الاجتماعي. ماكنزي بيقول في 195 ألف شخص مرتبط بالقطاع الصناعي. إذا وقفت الصناعة عنا مشكلة الاجتماعي كتير كبير. عرضنا هالمشكل لدولة الرئيس، ونحن قلنا له كنا منحب نزورك بوضع نبحث معك دولتك بالصناعة للمستقبل، ولكن نحن الأمور عم تدهمنا اليوم، هيدي أساسي. نتمنى يكون عنا يعني حل بأسرع وقت. صرنا برجع بكرر من 23 أيلول ونحن بنناشد بموضوع المواد الأولية. أخذنا وعد من دولة الرئيس إنه إن شاء الله قبل اخر الشهر بيكون الموضوع يعني يتامن لحد الادنى اللي نحن عم نطالب فيه، اللي هو 300 مليون دولار لنقدر نامن يعني دخله للحل، حتى بعدين المبلغ بيصير يغذي حاله، ونقدر الصناعه تامن هالفتره الانتقاليه. نحن واعيين انه بدنا برنامج كامل متكامل لنلاقي الحل بلبنان، ولكن شو ما كان البرنامج وشو ما كانت الاجراءات اكيد رح تكون الصناعه من الاولويات المطروحه. مشان هيك نحن اليوم بدنا نحط مصل، وبدنا هال 300 مليون ان شاء الله بأسرع وقت. في بحسابات المصارف وفي تسهيلات من المصارف. لا هيدا الملفت للنظر انه حتى اللي عنده مصاري 300 مليون مش قادر يحول للخارج حتى من مصرياته، ولكن نحن اليوم في صناعيين ما بيصدروا 10 مليار دولار حجم الانتاج الصناعي اللي بينباع بلبنان. هودي بدهم مواد اوليه، هول الصناعيين ان من مصرياتهم او من تسهيلات المصرفيه لازم يقدروا يعني يامنوا المواد الاوليه ليقدروا يكملوا يعني يامنوا منتوجات للاستهلاك اليومي للمواطنين، ويحافظوا على العاملين بالقطاع. نحن عندنا مسؤوليه الاف العائلات برقبتنا. ما بدنا مساعده، بدنا تسهيلات. نحن ما عم نطلب مساعدة. مش عم نطلب انه عم نطلب الافراج على هالمبالغ. نحن بنسوق هلا ما في عدد. لحلك شغله، نحن عم برجع بكرر صرنا اكثر من 4 أشهر عم نحكي عن ذات الموضوع. في مصانع سكرت، في مصانع اننت عملها، يعني خففت تقدر تكمل بالمنتوج بالمخزون اللي عندها، بس صرنا كلنا على الاخر. مش هيك نحن صرنا يعني اكثر من نداء اطلقنا اول نداء ب 17 كانون الثاني الاول، وعملنا صرخه كبيره من كم يوم، وهلا عم نطلع. يعني نحن اليوم الصناعيين معروفين منا جماعة حكي وجماعة نق. نحن عم نقول اليوم ما بقى تحمل القطاع الصناعي، لازم يتأمل الفرق هالمصاري بأسرع وقت لنقدر نحافظ، لنقدر نكمل الانتاج لسلع ضرورية للأمن الغذائي بلبنان، للأمن الاستهلاكي، وبرجع بكرر للآلاف العائلات المرتبطة بالصناعة. وما ننسى أنه في كتير عائلات زيادة مرتبطة بالقطاع الصناعي. الصناعة بتشغل الكل، بتشغل المصارف، وبتشغل الشركات التأمين والنقل وكل الخدمات. صناعة مش بس العاملين بالقطاع الصناعي، بقى مسؤولية وطنية.
مشكل كثير. إذن استمعنا إلى كلام رئيس تجمع الصناعيين فادي الجميل مباشرة من السراي الحكومي بعد لقائه رئيس الحكومة. يعني اليوم كل القطاعات مثل ما كنا عم نحكي أستاذ رازي عم بتعاني من الوضع الاقتصادي المؤلم اليوم، والصناعة بخطر. كمان الصناعة بحاجة لشو اليوم؟ لنحافظ على ما تبقى، يعني مش لنهوك فيها. يعني بطريقة ممنهجة تم ضرب دورة من بعد الحرب حتى اليوم، وصرنا بلد يتكل على التمويل الخارجي وعلى الاستيراد. بصراحة الأرقام مخيفة. إذا بقدر أقول لك أنه من سنة 97 لليوم لبنان مستورد أكثر من 300 مليار دولار. تصور الرقم، ومصدر بس ب 45 مليار. الصناعة اليوم بحاجة لأنا رأيي ثلاث حلول أساسية، وهيدي منها يعني قصير الأمد منها طويل الأمد. أول شيء عندها مشكلة بالتكلفة، خاصة تكلفة الطاقة. لهيك لازم نسمح بقى لكل هالمصانع تنتج الطاقة تبعها. في كتير مصانع اليوم بتشتغل على الطاقة المكثفة وفيها تنتج طاقة بس منعينها. يعني هيدي اول نقطه، لانه بنكون حقيقه عم نجرب نعالج موضوع كل تخفيض كلفه الصناعه. النقطه الثانيه بدها بنى تحتيه. يعني اليوم ما بتقدر بقى هالصناعه تكون غير منظمه وعشوائيه، وبعتقد كان في خطه بوزاره الصناعه بس ما بعرف ليه تطبيقها عم بيكون هالقد بطيء، يعني انشاء مدن صناعيه متطوره تقدر حقيقه تلبي وتسرع بالعملية الصناعية لتخفيف. يعني أنت اليوم بعالم متطور بشكل سريع بدك الصناعة تكون كمان على نفس الليفل من التطور ومن الحصول على بنية تحتية لتقدر حقيقة تزيد من حجم إنتاجها. لأنه نحن اليوم إذا سيز بيير ما قدرنا كبرنا الناتج المحلي، نحن بنكون بعدنا نمرم بنفس الحلقة المفرغة. وثالث موضوع وأساسي هو تخفيف من الاستيراد وتشجيع اللبنانيين على يعني شراء الانتاج المحلي. نعم. اليوم استاذ رازي الثورة يلي انطلقت في 17 تشرين الأول، أول سؤال بسألك إياه، هل انتهت هذه الثورة برأيك؟ وأين أخفقت وأين أصابت؟ ليك حقيقة هذه الثورة رح تدرس بتاريخ لبنان الحديث بعد وقت، وأنا يعني متأكد مما أقوله، لأنه الثورة هي مفهوم والثورة في النفوس. ثورة مش أعداد على الطرقات، ومش يعني عداد منحط فيه قدي نزل وقدي طلع. قبل الثورة سيز بيير كان الأزعر شاطر وكان الآدمي بيعتبروه مسطول. بعد الثورة الأزعر صار اسمه أزعر والآدمي صار اسمه آدمي. الثورة أتت لتصحيح مفاهيم خاطئة اعتدنا بلبنان عليها، اعتدنا على هذه الثقافة الفاسدة. الفساد هي جزء منه كتير ثقافة. يعني أنا اليوم لما موظف بقطاع عام مثلا معروف إذا بيقبض مصروفه أكتر من يلي بيقبضه بمئة مرة بالسنة، وأملاكه توازي ألف مرة يلي هو بيقبضه كمعيش تقاعدي، هيك كنا نقله وزكي وحربوه وزكي. وبالتالي لا بسبب الفعل هو شو سارق، هو سارق ونائب وهو يجب أن يحاكم ويحاسب. بالتالي لا، هذه الثورة في عاطل زخم بس لم تعطي البديل، لم تنتج البديل عن السلطة الموجودة اليوم. دائما في الثورات يلي نجحت في العالم كانت تنتج قادة رأي بكل، يعني اليوم مثلا بقدر اقول لك انه مثلا الثورة الصناعية في فرنسا مثلا وفي بريطانيا انتجت، طلع واحد من العمال اصبح حقيقة قائد، طلع حدا من المفكرين، طلع حدا من الاقتصاديين، طلع حدا من الصناعيين. يعني صار في تشكيل لقيادات جديدة، والقيادات الجديدة كانت عم تحمل برنامج. اليوم اكيد المطلوب، وانا هي دعوتي متكررة، يعني أن ننتقل من حالات ردات الفعل إلى حالة الفعل. المطلوب اليوم مش مطلوب من كل الناس كمان تكون على نفس المستوى المومنتوم الفكري والسياسي، إنما كمان علينا أن نكون إذا بدك أن نعيد المفاهيم إلى نصابها. أنا لما برجع برد المفاهيم لمحلها، أنا برتاح وبقول لك الثورة نجحت.
لانه يعني انا رح اعطيك امثله. قبل الثوره كان في احباط عند اللبنانيين، نعم. بعد الثوره صرت بتحس انه اللبنانيين الداخل واللبنانيين الخارج، ورغم المصاعب المفتعله في الثوره اللي هي اقفال المصارف، ما كان له مبرر، وبعتقد اليوم عم ينعكس سلبا على اصحابها، لانه ما بعتقد كان الا بمحاوله للضغط على الناس انه لا ما تقومون به سيؤدي البلد الى كارثه، بينما الكارثه كانت ستقع يعني عاجلا ام اجلا. بالتالي اكيد اليوم هذه ثوره غيرت مفاهيم. المطلوب المزيد من العمل الجدي. اليوم ننتقل يعني في بعض المراحل، ما بقدر انا بس اقول عن السائر يلي قاعد على الطريق، في سائر قاعد ورا مكتب عم بيحضر مشروع اقتصادي، في سائر قاعد ورا مكتب عم بيحضر لمشروع اجتماعي، في سائر ورا مكتب عم بيحضر لمشروع صحي واستشفائي. طيب الثوره اليوم طرحت الانتخابات النيابيه المبكره، هل انت مع انتخابات نيابيه مبكره؟ انت كنت مرشح من كم؟ اكيد. اول شيء شو رح تغير بالنتائج؟ لاقول لك شغله، اولا اليوم في راي عام متبدل، والى جانب الازمات الاقتصاديه والاجتماعيه في ازمه سياسيه. ممكن هذا الراي العام المتبدل يعطيك ثقه هذه المره مطلقه؟ اولا لاقول لك شغله، اليوم كل الدول اللي بتحترم حالها لما بتوصل على محل مأزومه فيه، الحل الاسرع لاعاده تكوين السلطه ان تعاد الى مصدرها اللي هو الشعب، لانه الشعب هو مصدر السلطه. وبالتالي الانتخابات النيابيه المبكره هي لإعادة الكرة عند الناس، ليرجعوا الناس يقرروا مصيرهم بإيدهم على مين حقيقة بده يمثلهم. بس في فرق أساسي، أنه الانتخابات الجاي يجب أن نرتضي بنتائجها، يعني ما بقى فينا نحن كمان كناس كل انتخابات بتطلع بنروح ننتخب هالنواب وبنرجع بعد شهرين ثلاثة بنغير رأينا أنه هن ما أنه هم ما بيسووا، طب ما نحن انتخبناهم. الانتخابات اللي جاي من بعد 17 تشرين هي انتخابات تأسيسية، وعلى حقيقة وأنا مش هيك مش مع أنه نبكرها كثير، أنا مع أنه نقصر ولاية المجلس على الأقل سنة لنقدر نترك فسحة لكل الناس التغييريين الجداد يكون عندها وقت لتحضر برامجها، لأنه ما بتنعمل انتخابات الجاي بس هيك تخبني لأنه غيري ما بيسوى. أنا بدي أنتخبك لأنك أنت بتحمل مشروع، مش لأنه غيرك أزهر وفاسد وناهب. هذه بنعرفها، هي صارت حقيقة مطلقة. إنما البديل بده يكون حامل مشروع، لأنه إذا أنت لا سمح الله فاسد أستاذ بيير، مش معناته أنا آدمي حكما بالمطلق. وبالتالي هيدا موضوع بده ينحط، وهي مسؤولية وطنية على الناس. اليوم ممكن برأيك تغير الانتخابات إذا صارت مبكرة؟ إذا نقول بالمية بهذا المجلس، لا شو رح تغير؟ 10-20 رح تغير على مستويين، رح تغير عند الأحزاب الحالية بالأشخاص اللي رح يرشحوها، لأنه ما بقى فيها تطلع على الرأي العام بوجوه تقليدية لم تنتج في العشرين وثلاثين سنة الماضية. وبالتالي هيدا تحدي، وهذه الثورة نجحت فيه انه حتى عملت تغيير داخل الاحزاب. يعني تغير اليوم اذا صار زي الانتخابات تحالفات، هيدا تغير مثلا حصل. والنقطة الثانية كمان بتنتج ناس جديد مستقلة بتنزل، عرفت؟ وبالتالي انا بعتقد انه حقيقة الانتخابات النيابية المبكرة اذا صارت بعد يعني سنة من اليوم، يعني اذا قصرنا ولاية المجلس سنة او سنة ونص، ستنتج تغيير في المفاهيم، لانه اكيد 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 استاذ بيير صار في حتى الطبقة يلي اوصلتنا لهون صارت حاسة انه ما بقى فيها تتعاطى مع الناس مثل ما تعاطت في السابق، اي قبل 17 تشرين الاول. طيب بس ما شفنا كمان اليوم بيان بالبيان الوزاري او بند بالبيان الوزاري يشير الى انتخابات نيابية مع دراسة انتخاب، وانا بعتقد هيدا كمان من يعني احد الافخاخ اللي موجودة او الالغام الموجودة. لأقول لك شغلة، قانون الانتخاب في لبنان نحن بدنا نروح على شيء من اثنين، يا اما نروح على اصلاح شامل يا اما نضلنا نرقع. انا بعتقد في كثير افكار حلوه هيك براقه في الشكل، انما تخفي في خلفيتها مطبات. طيب انه اليوم انا اكيد اكيد اطمح كشاب لبناني، يعني تعبت على حالي واشتغلت ودرست ونجحت، انه انا اروح على نظام مدني للانتخابات.
بس أنا ما بقدر أروح لحالي على نظام مدني إذا شريكي بالوطن لا يزال يؤسس منطلقاته السياسية على مفاهيم دينية أو طائفية أو مذهبية أو مشاريع أقليمية. طب ما هذا اليوم لغم، وبالتالي أنا بعتقد أنه لما بنفتح ملف قانون الانتخاب الانتخابات حاليا بنكون عم نعمل فخ كثير كبير لنا قد يوصلنا إلى تأجيل الانتخابات، وهذه يمكن السلطة تسعى له. بالتالي ما نكون كثير دقيقين لما نحن منناقش هذه الملفات. بعدين المجلس الجديد إيه عليه أن يعمل إصلاح، والإصلاح الأساسي يكون بإعادة ترتيب شامل لكل البيت اللبناني بدءا بالدستور. الدستور اليوم لما نعمل المشترع اللي عمل الدستور اللبناني ما كان بيتخيل أنه بيجي يوم يكون هالقد نحن سيئين بحق بلدنا، ومنلعب على الكلمات ومنغير الجملة ومنلعب على النصاب. يعني الدستور بده تشد بده تطوير ليصبح دستور لا يتعطل أو نظام سياسي لا يتعطل. بدك تروح على نظام سياسي جديد يسمح بتكوين إذا بدك مشروع للبنان الحلم يلي نحن نحلم فيه. وأنا هون كنت طرحت من فترة يعني فكرة إقامة مناطق جديدة عندها تنظيم إداري واقتصادي وضريبي خاص. رح أسألك، يعني الناس وقت نزلوا على الشارع وحكيوا بدنا نغير النظام والشعب يريد تغيير النظام، عن أي نظام اليوم هول الناس عم بيحكوا؟ يعني هل هم مدركين لحقيقة وخطورة هذه المقولة تغيير النظام اللبناني؟ لا أعتقد. أنا بعتقد أنه اليوم الناس هي عاطفية. اليوم أنت بدك تفهم وجع الناس بس ما بدك تأخذ هذا الوجع بحرفيته. يعني اليوم إذا أنت اليوم شفت حدا موجوع عم بيعيط ويصرخ، مش معناته هو عم بيصرخ عليك أو عم بيصرخ ضدك أو عم بيسبك، هو في عنده وجع محدد أنت عليك تشخص الوجع مش عليك تشخص التعبير اللي صادر عن هذا الوجع. بالتالي إيه أكيد في علماء اجتماع واقتصاد بيشتغلوا سنين. شو هو النظام اليوم لازم نكون نحن موجودين فيه لما بقى نفوت بهذه الأزمات الاقتصادية، لما بقى نورث الأجيال اللي جاية حروب ومعارك وأزمات؟ نحن علينا أنا بصراحة طرحتها قلت لك سابقا بحلقة كمان تلفزيونية، ونحن عم نشتغل بحركة المستقلون على برنامج سيعلن يعني قريبا على فكرة التغيير. ما في يكون شامل بالأول لأنه التغيير الشامل بيردك على شيء اسمه يعني المؤتمر التأسيسي يلي كمان بياخدك مثل ما بياخدك إنه الانتخاب على شيء لبنانيين ما بدهن إياه على متالتي وما بعرف شو. لا، نحن عم نحكي من داخل هذه التركيبة، من داخل هذا الدستور، من داخل النظام الليبرالي الاقتصادي الحر، من داخل النظام البرلماني الحر، نروح على اقتراح إنشاء مدن جديدة تخصصية في الاقتصاد. لا، يعني 10 مدن في لبنان مثلا، 3 بتكون فيها تخصص زراعي، 2 بيكون فيها تخصص تكنولوجي، 4 بيكون فيها تخصص صناعي مثلا. المتن شو بيكون فيه؟ المتن فيه مشروع كتير كبير له، لأنه دجا المتن مشمول من زمان ب مشروع تطوير ساحل المتن. عم نكب لنعدل هذا المشروع يلي مطروح لنقدر نطرح مدينة حقيقة فيها. طيب اليوم إذا أنت ضمن فريق سياسي معين، مع مين عم تتواصل للوصول إلى كل هذه الأمور فيما خص المتن؟ عم تتواصل مثلا مع نواب التيار الوطني؟ ليك أولا أقول لك شغلي، هذا المشروع هو مشروع علمي بحت، وهذا المشروع مش بحاجة اليوم لتواصل مع نواب حاليين، لأنه نحن عم نطالب بانتخابات نيابية مبكرة. أنا بعتقد أنه اليوم بس اليوم نعرف أي مشروع بأي مرة بدك موافقة النواب. يعني أنا اليوم بالنسبة لي هذا المشروع بده وقت ليحضر، وعلى أساس هذا المشروع سنخوض انتخابات نيابية المقبلة على أساس هذا المشروع، والمتنيين بنقوا ساعتها وغير مناطق كمان لأنه لن نكون يعني محصورين بس بقضاء المتن. بنقوا إذا بدهم هذا المشروع يلي بيخلق لهم لبنان عصغير بكل هذه المناطق وبيعمم التجربة. يا التجربة بتنجح وبتعممها، يا التجربة بتفشل وبتلغيها. بس بدك تبلش بمحل. ما فينا دايما أستاذ بيار نحن نقول يا بدنا تغيير شامل ويلي هذا مستحيل لألف سبب وسبب أنك تعمله، أو ما نبقى بهذه الدولة الهدامة الفاشلة. طيب على من دورتين انتخابيتين لليوم،
ألم تشعر بتغيير وإصلاح ما في منطقة المتن بعد ما تولى إذا فينا نقول العدد الأكبر من النواب، يعني نواب التيار الوطني الحر هني؟ وين بس قلي وين. أنا عم بسألك يعني شفت شيء تغيير؟ بصراحة لا، بصراحة شفت بروباغندا إعلامية. هذه البروباغندا الإعلامية كانت لنواب، يمكن في نواب نشيطين أكثر من نواب، وفي نواب اشتغلوا بس ضمن النظام الكلاسيكي القديم. أنا النظام الكلاسيكي القديم ما بقى يعني لي. أنا اليوم إذا أنت مين اشتغل ضمن النظام يعني الكلاسيكي القديم؟ نواب المتن. يعني أنا أعطيك مثل، اليوم أنت رح زفت مثلا سامي جميل بيتصرف ضمن النظام الكلاسيكي القديم؟ اليوم النائب سامي جميل هو نائب شاب، وهذا يلي نعول عليه، لأنه بالآخر روح الشباب هي فيها نظرة جديدة لكل شيء، فيها نظرة جديدة لطريقة التعاطي الاقتصادي، لطريقة التعاطي بالعكس. وأنا بعتقد أنه في كتير مبادرات عملها النائب سامي جميل، مبادرات جديرة بأنه تتعمم، يعني عمل بعض النماذج يلي جديرة أنه تتعمم. بس اليوم أنا عم بحكيك، ما بدي فوت بأسماء وبتفاصيل، وما بدي مجاوبك عن النائب سامي جميل لما تقول أنه رازي عم يهرب من الجواب. بالعكس، نحن الصح منقول عنه صح على رأس السطح، والخطأ منقول عنه خطأ على رأس السطح. إنما يعني لما أنا بيكون عندي نائب يسعى لي أنه يزفت لي طريق مثلا، وبتجي تاني نهار وزارة الأشغال بتبحشها وبتكسرها، طب بيكون هيدا النائب فادني أو ما فادني؟ هذا سؤال. يعني هيدا نمط كلاسيكي. أنا اليوم لما وزارة الطاقة والمياه بتطلع على قناة المتن بتعمل لي شبكة صرف صحي وبنهللها، وبعد جمعتين بتهبط الطريق، واليوم في ضياع ب هذا السبب بجرد المتن، غياب التخطيط وزارة التخطيط. لا لك شغلة، لأنه أنا اليوم بالنتيجة أنا ما بدي حاسب النواب على نواياهم. النية حسنة، دائما النية حسنة، بس أنا بدي أحاسبك على النتائج. نيتك الحسنة ما بتخليني أعيش بكرامة وحقوقي وصلت لي، نيتك الحسنة بتبرر لك ضعفك وبتبرر لك عدم شغلك. وهيدا عن جد يعني على أغلب نواب المتن عم بحكي، حتى في نواب يعني حقيقة أنا ما بعرف إذا هني مع بعض وهني بنفس التكتل، إذا عم يشتغلوا على نفس الأجندة. هالقد يعني هالقد، وفي نماذج بس يعني ما بدي الناس نفوتها بهيك تفاصيل، لأنه عن جد الناس اليوم بحاجة، وهي بمستواها الفكري والثقافي وبروح الثورة اللي موجودة فيها عم تطلع على شيء أكبر، وشيء يعني له بعد وطني، له بعد وطني أعمى. ما بدي فوت بزواريب يعني القصص السياسية الانتخابية، وما عم بحكي انتخابات يعني حضرتك، أنا عم بحكي عن نظام كلاسيكي بقت خلص ما بقى يمشي. بدنا نفكر out of the box، خارج الإطار المرسوم، خارج السياسات التقليدية اللي اتبعت. بدنا نفكر بكل شيء، ما نبني كل شيء، بس هيدا بدنا نبني كل شيء كمان، بدنا نبني أستاذ تيار بتعاون. ما بقدر أنا دلني حاطك على مجهر الاتهام وارفض أني أتعاطى معك وقول أنا بدي ظبط البلد لحالي. في مفاهيم لازم تنعمل. يعني امبارح أنا مثلا كان عندي موقف يمكن ما عجب كثير من الناس، بس مش معناتها هذا الموقف أنه أنا متمسك فيه للآخر وأنا ما بغيره. أنا مثلا كنت بعتبر أنه اليوم تأجيل افترض جلسة الثقة بيأخرنا، بيأخر يعني بيخسرنا وقت أكثر، لأنه عندنا استحقاقات مالية يعني بأجلوا لبعد جمعة، وبعد جمعة منسكر بالطريق وبجمعة بعد جمعة، نحن مكون عم باللا وعي تبعنا وبيعطفتنا، لأنه حقيقة في كتير شعور عند اللبنانيين أنه ما في سئر أجتهم من هذه الحكومة. بس بنفس الوقت أنا ما بكون عم بجلد نفسي لأنه أنا عندي نية حسنة. مش هيك أنا عم قلك كتير مهم أنه يكون في حوار بناء مع كل الناس التغييريين الحقيقيين، ونحن بنعتبر حالنا يمكن من اقلهم. ويعني ما بدي يعني بالعكس، ما بدي اجي اقول انه انا اللي بقوله صح واللي بقوله غيري غلط. انا عم اقول تعوا نلاقي مساحه مشتركه، لانه عندنا نماذج في العالم ناجحه جدا يمكن تعميمها وتطبيقها. نحن عندنا الشيء الاهم والاقوى هي الطاقة البشرية اللي هن اللبنانيين المنتشرين.
في كل العالم واللبنانيين موجودين في لبنان. نعم استاذ رازي ما بقى اخرك كثير يعني الوقت ما خلص للحلقه بس بعرف انه عندك ارتباط. انا بتشكركم. اهلا وسهلا فيك ما راح ناخرك واهلا وسهلا فيك دائما ضيف عزيز جدا علينا في تلفزيون لبنان. شكرا لك وعندك معزه خاصه كمان. اهلا وسهلا فيك دائما اصدقائي المشاهدين لحظات والمتابعه.